هلا طلابي، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا فيديو كلش مهم ويختصر لنا موضوع طويل باذن الله تعالى. اليوم الفيديو مالنا راح نشرح بيه مرافق العدد المركب. يعني شنو مرافق العدد المركب؟ مرافق العدد المركب طبعا هو منو العدد المركب؟ هذا العدد المركب من هو سي يساوي اي زائد بي اي. هذا احنا سميناه لكم قديما عدد مركب مكون من جزئين حقيقي وتخيلي. زين، شنو يعني مرافق العدد المركب؟ هو منو؟ هو العدد سي فتحة ويساوي اي ناقصا بي اي. اذا ماذا يختلف العدد المركب من مرافقه؟ يختلف فقط في اشارة الجزء التخيلي. إذن العدد المركب اسمه سي، مرافقه اسمه سي فتحة. العدد المركب اسمه زد، مرافقه زد فتحة. العدد المركب اسمه كي، مرافقه كي فتحة. ماذا يختلف العدد المركب عن مرافقه؟ يختلف فقط في إشارة الجزء التخيلي. هاي المعلومة الأولى. خواص العددان المركبان المترافقان. أنا لما عندي عدد مركب وليكن اسمه سي ومرافقه وليكن اسمه سي فتحة، شنو الخواص اللي يتمتعون بها العددين المركبين المترافقين؟ أول خاصية، دائما دائما حاصل جمع العدد المركب مع مرافقه دائما يساوي عددا حقيقيا، يعني دائما ينتمي إلى R. تمام؟ ومو بس هيج، حاصل ضرب العدد المركب في مرافقه أيضا دائما حقيقي. إذا حاصل جمع العدد المركب مع مرافقه حقيقي وحاصل ضربهما أيضا حقيقي. بعد استاذ، شنو هي الخاصية المهمة جدا؟ شوف، دائما أي عدد مركب يجيني على سبيل المثال أي زائد بي آي يكون مضروب بمرافقة، يعني أي ناقص بي آي. فإن العدد المركب لما نضربه بمرافقة عندنا خاصية كلش سهلة وبسيطة، ما يحتاج نستخدم التوزيع مال عملية الضرب. هنا مباشرة نجيب الأي نربعها، والزائد دائما ونجيب البي هم نربعها. هسه ليش ما ليش؟ هذا الحكي تلقاه بالفيديو اللي مخلي لك اياه بالوصف، لان هناك اني افصل لك المعلومات وانطيك امثله هوايه. هنا انطيك المعلومه بس، يعني امثله قليله عليها انطيك، بس المعلومه موجوده. اذا انت ذكي ومركز وتفهمها وهي طايره خلاص. العدد المركب لما ينضرب بمرافقه، بس هاي خاصه، يعني العدد لما ينضرب بمرافقه الربع الحقيقي اللي هو الاي، ودائما زائد، دائما هاي زائد، والربع التخيلي اللي هو البي. دير بالك الاي مو تجيب لي طاريه هنا. ليش؟ لان حاصل ضرب العدد المركب في مرافقه لازم يطلع حقيقي، لذلك ممنوع نخلي اي ابدا مربع الاي ومربع البي. استاذ امثله، مثال الاول عندك هذا عدد مركب مضروب بالمرافق مالته. ش مدري كل مرافق مبين لان يختلف عنه بإشارة الجزء التخيلي. حلو، يعني الاي هنا منو؟ الاي ثلاثة، مربعها شقد؟ مربعها تسعة. زائد دائما البي منو؟ البي اربعة، مربعها 16. يعني استاذ الاي ما نربعها؟ لا ما نربعها، لان اني قلت لك الربع الاي والربع البي، الاي ما قلت لك تربعها، فمجموعهن 25. بالفعل حاصل ضرب العدد المركب في مرافقه ويطلع حقيقي. طيب، وإذا أجاني قوس مضروب في قوس وأيضا عددين مركبين مترافقين، تقول لي عادي، بس قل لي منو الأي؟ الأي واحد، مربعة واحد. زائد منو البي؟ البي هم واحد، لأن البي هو العدد اللي بصف الأي، مو الأي، العدد اللي بصف الأي هم واحد. إذا النتيجة مالتهن اثنين. بعد لو أجيب لك 100,000 مثال، أنا ما راح أطلع من هذا الحكي اللي كتبت لك إياه هنا. تمام، بس امثله وارقام تختلف. تحب باوع على الفيديو اللي مخلي لك اياه بالوصف، لانه هناك انا شرحت الموضوع بشكل مفصل. ايضا فيديو اليوم احب اعلمك اشياء اخرى، مثلا اني هسه عرفت شنو عدد مركب، او بالاحرى انا عرفه للعدد المركب من زمان.
اليوم أني تعرفت شنو يعني مرافق العدد المركب، أي ناقص بي آي، هذا العدد المرافق، العدد المركب. أيضا راح أعلمك شنو النظير الجمعي، النظير الجمعي باوعلي العدد المركب اسمه زد، مرافقه مثلا نخلي له زد فتحة، نظيره الجمعي سالب زد، يعني نضرب العدد كله بسالب النظير الضربي واحد على زد. هاي الرموز لازم تحفظها مثل اسمك، ماشي؟ طيب المرافق غيرنا إشارة الجزء التخيلي، زين النظير الجمعي شو نسوي؟ تقول لي استاذ النظير الجمعي واضح منه مضروب الزد بسالب، يعني هذا الزد كله نضربه بسالب، يعني نضربهن كلهن، يعني الاي راح تصير سالب اي والبي اي راح تصير سالب بي اي. زين النظير الضربي تقول لي استاذ النظير الضربي مبين الزد تبقى كما هي بس تنزل للمقام، يعني راح يصير واحد على اي زائد بي اي. أمثلة، 2 ناقص 5 اي هذا عدد مركب، مرافقه عكس إشارة الجزء التخيلي، إذا 2 زائد 5 اي، نظيره الجمعي نضرب العدد المركب كله بسالب فيصير سالب 2 موجب 5 اي، يعني هنا غيرنا إشارة الحقيقي والتخيلي، أما بالنسبة للنظير الضربي فراح يصير 2 ناقص 5 اي تنزل بالمقام. زين سالب 3 زائدا اي، تقول لي استاذ هذا راح يصير سالب 3 ناقص اي، لان هنا احنا بس نغير اشارة الجزء التخيلي، وهنا راح نضرب العدد كله بسالب راح يصير موجب 3 ناقص اي، لان ضربناه كامل بسالب الحقيقي والتخيلي، وهنا راح ننزله للمقام. زين انطيتك بس تخيلي، تقول لي عادي استاذ هذا راح يصير سالب اي، لان تغير اشارة الجزء التخيلي، هنا هم يصير سالب اي لان النظير الجمعي ما يفهم، يفهم انه العدد كله ينضرب بسالب، هنا راح يصير واحد على اي. انطيتك فقط حقيقي، تقول لي استاذ هنا المرافق ما يتغير، لان المرافق هو غير اشارة الجزء التخيلي، التخيلي ما موجود، بس النظير الجمعي ينغيره يصير سالب 7 والنظير الضربي يصير واحد على 7. مهما نعطيك امثله بعد كلها تعتمد على هاي اللي مكتوبه بالورقه، فبيك خير وركز لي هنا وافهم شنو نظير جمعي وشنو نظير ضربي وشنو مرافق. زين اليوم طبعا ايضا راح نشرح لكم عمليه القسمه في الاعداد المركبه، يعني هنا انا كتبت لكم فد ملاحظه مهمه جدا تمشي عليها وين ما كان بالفصل الاول، قال اذا كان العدد المركب على هيئه كسر، يعني اذا اجاك العدد المركب كسر خليها ببالك اكتبها يمك، ومقامه يحتوي على اي بالمقام، اكو اي، فهنا احنا لازم نخلص من الاي اللي بالمقام. شلون؟ قال لازم نضرب البسط والمقام في مرافق المقام. قلت له ما افتهمت، هذا هسه عدد مركب وبالمقام اكو اي. قال حلو، ما دام اكو اي بالمقام اذا لازم نخلص من الاي اللي بالمقام. قلت له زين بشنو نضرب؟ قال نضرب البسط والمقام اثنينهن، يعني هذا نضربه وهذا نضربه، بمن يابا تضربهن؟ قال نضربهن في مرافق المقام. قلت له زين ايش عجب ضربتهن اثنينهن البسط والمقام؟ قال لي اناني ممنوع اضرب في شيء اذا مكان واحد، هسه اني ضارب البسط والمقام بنفس القيمه، يعني بين قوسين اني ضارب في مقدار قيمته واحد، تمام؟ زين استاذ ايش عجب ضربت في مرافق المقام؟ لانه العدد المركب لما يضرب في المرافق ماله راح يطير الاي، ما يبقى اي. شلون هستوني قلت لك قبل شويه؟ زين شلون نضرب العدد المركب في مرافقه حسب الخاصيه اللي استوني حكيت لك اياها، الربع الحقيقي، الربع الاي والربع البي. ها ربعنا الاي وربعنا البي، بعد شو تريد؟ البسط حنوزعه توزيع، 3 في 3 9، 3 في 4 اي 12 اي، 4 اي في 3 12 اي، 4 اي في 4 اي 16 اي تربيع. طبعا المفروض انت تكون فاهم هاي السالفه من عمليه الضرب، هذول راح يصيرون 25، فعلا اختفت الاي اللي بالمقام وهو المطلوب، هاي الاي تربيع راح تسوي هذا العدد سالب 16، 9 ناقص 16 سالب 7، 12 اي و12 اي حدود متشابهه اثنينهم تخيليات يصير 24 اي، اذا هسه راح يصير سالب 7 على 25 وموجب 24 على 25 اي، تمام؟ وانتهينا بهالشكل البسيط هذا. اخر فقره هنا راح اوضح لك اياها، النظير الضربي اذا طلب مني وانطاني كسر، يعني مثلا انطاني هذا الكسر وقال لي اريد النظير الضربي، قلت له عيوني ما دام منطيني كسر خوبه من البدايه اقلبه للكسر، لان النظير الضربي مقلوب العدد، هذا اقلبه يصعد فوق للبسط وذاك ينزل جوا للمقام. قالوا اريده بالصيغه العاديه، قلت له اوقف هسه اني بالبدايه
لقيت لك النظير الضربي قلبته للعدد المركب، هسه عاد نضربه في مرافق المقام حتى نخلص من الاي اللي موجوده بالمقام، فنضرب في 2 ناقص اي 2 ناقص اي، باوع المقام، نعكس اشاره الجزء التخيلي. بعدها راح نيجي نضرب العددين اللي صايرات بالمقام، هذا راح يصير 4، هذا راح يصير 1 لانه هنا مترافقان. استوني شرحت لك اياها، 7 في 2 14، 7 في سالب اي سالب 7 اي، سالب 4 اي في 2 سالب 8 اي، سالب 4 اي في سالب اي موجب 4 اي تربيع. طيب هاي 5، هنا عندي هذا راح يصير سالب 4، 14 ناقص 4 10، هذولي سالب 7 اي وسالب 8 اي سالب 15 اي، زين هنا نجزئ 10 على 5 و15 اي على 5، هناك اختصارات لازم نختصر، اذا 2 ناقص 3 اي. طيب هذا راح اخلي واجب عليك، جد النظير الضربي لهذا العدد، نضربهم بالبدايه، نضربهم نسويهم عدد مركب واحد، بعدين طبعا ناخذ النظير الضربي اليه ونخليه بالصيغه العاديه.